يعني أحد الأصدقاء من طلبة قم، هذا يدرس يم أحد طلبة الشيخ البهلواني الشيخ سعادة برور صاحب كتاب سرد الإسراء اللي شارح بحديث المعراج، فينقل لي قصة يعني من القصص العجيبة عن الشيخ سعادة برور، وقصة طبعا يعني تحتاج أنه تكون درس حقيقة. يقول إجا واحد من طلبته، هذا سعادة برور من طلبة السيد العلامة ومن طلبة السيد الإمام الخميني، هو هذا الطالب ينقل عنه من طلبته، يقول كان يقول لنا في محضر الدرس الشيخ البهلواني، يقول لنا أنا يعني لما توفى السيد العلامة مات من عندي نص قلبي ذهب مع السيد العلامة، ويقول لنا لما توفى السيد الخميني ذهب النصف الثاني، يقول لنا أنا هسا عدم يعني من ماتوا ذول الاثنين الأساتذة بعد أنا كأنما صرت عدم، يعني انتهت حياتي مع نهاية حياة هؤلاء. فيقول في أواخر حياته هو هذا الطالب من طلبته ينقل يعني يسولف لي، يقول واحد من طلبته إجاله في أواخر حياته، يقول هو تعب كلش فقطع الدرس، يقول قال له شيخنا أنا أريد من عندك درس أخير، أنت باعتبار قطعت الدرس وتعبان وما تقدر، فأريد من عندك درس أخير، هذا الدرس الأخير تنطيني بي يعني فد موعظة وفد خلاصة بحيث ما أحتاج بعدها إلى موعظة أخرى. يقول الشيخ باوع لي قال لي تعال يوم الثلاثاء يعني بعد الظهر والأربعاء يعني الترديد مني، يقول قال لي تعال المهم بعد الظهر فلان يوم يوم الثلاثاء. يقول الشيخ جيت أنا يوم الثلاثاء على الموعد، يقول فدقيت الباب طلع لي ابن الشيخ البهلواني، يقول طلع لي يبكي عيونه يعني مغرورقة بالدموع، يقول قال لي شيخنا الوالد يسلم عليك وخلالك وصية الدرس الأخير، وصاني هو قال لي من يجي الشيخ مرتضى خليه يدخل ياخذ الدرس الأخير. يقول فأدخلني، يقول أدخلني وإذا بالشيخ مسجع على المغتسل، يقول قال لي شيخنا الشيخ يقرئك السلام، يقول لك هذا هو الدرس الأخير، يقول لي هذا هو الدرس الأخير اللي ينطيك يا الشيخ، يقول شفته مسجع على المغتسل، قال له خلى لي وصية وقال من يجي الشيخ خليه يدخل يشوف الدرس الأخير. يقول أدخلني ابنه وإذا به مسجع على المغتسل، يقول قال لي الوالد يسلم عليك ويقول لك هذا هو الدرس الأخير أخذه. فهاي هنا تلقى عوالم، يعني تلقى عوالم، تلقى مواعظ، تلقى حكي غير حكي، تلقى ناس أهل نور أهل انفتاح على الملكوت، هاي العوالم اللي القرآن الكريم يريدك تعيش بها، من يقول لك أفلا ينظرون في ملكوت السماوات والأرض،